شاء الله من المحاضرة دي بنستكمل الجزء الخاص بالتبديل. المسألة عرفنا بقى في الشريحة اللي فاتت، عرفنا ما معنى المضروب وازاي اجيبه وليه امتى نستخدم المضروب. يبقى ايه امتى استخدم المضروب؟ لو انا مثلا في ايدي خمس اشياء وبيقول لي الخمس اشياء دول تقدر ترتبيهم بكام طريقة، يبقى اقول على طول مضروب خمسة. طيب ايه الجديد اللي هناخده في الشريحة دي النهاردة؟ هنشوف. بيقول لي ما عدد التباديل التي يمكن ايجادها من عدد خمس اشياء مختلفة مأخوذة تلاتة في كل مرة بدون تكرار. هنا بقى زاد جزء. ايه الجزء اللي زاد علينا هنا؟ انه هنا بيقول لي عاوز يسحب تلات اشياء من خمسة، يعني عدد صغير من عدد كبير، والتلاتة اللي انت هتسحبهم من الخمسة دول عاوزين نرتبهم بشكل معين. يعني ايه عدد التراتيب اللي تقدر ترتبهم ترتب بيهم التلات اشياء دول بحيث يطلعوا تراتيب بشكل مختلف؟ يبقى هنشوف ازاي نقدر نعمل الموضوع ده. طبعا هذا الموضوع هيتم باستخدام التباديل. يبقى احنا خدنا المضروب وعرفنا بيستخدم في ايه، لما يكون في ايدي عدد واحد بس، عدد واحد بس وعاوز ارتبهم باشكال مختلفة. لكن هنا ايه اللي زاد؟ ان انا عاوز اسحب عدد صغير من عدد كبير، والعدد الصغير اللي انا هسحبه ده عاوزة يكون مرتب بشكل معين. او ايه؟ او بيسألك تقدر ترتبه بكام طريقة؟ يعني التلاتة اللي انت هتسحبهم من الخمسة دول ايه عدد التراتيب الممكنة ليهم؟ طيب فاحنا لو مشينا بطرق العد اللي احنا شرحناها سابقا ووضحناها بان احنا نعمل المكان الاول والمكان الثاني والمكان الثالث بنفس الطريقة اللي فاتت، هيطلع اجمالي النتائج كام؟ 60. طب احنا عاوزين بقى بدل ما قلنا طرق العد ونقعد نعد ونجرب زي ما قلنا اللي هي الطريقة اللي هي البدائية دي، لا احنا عاوزين على طول قانون يطلعها لنا في منتهى السهولة بدون ما اقعد اجرب واحسب والكلام ده. يبقى اذا هنا هنستخدم حاجة اسمها التباديل. يبقى ايه هي التباديل؟ هي NPR. يبقى ايه هي NPR؟ البي دي هي اول حرف من كلمة permutation، يعني تباديل بالانجلش. فبحط فوق الN اللي هو العدد الكبير، واحط تحت الR اللي هو العدد الصغير اللي انا عاوزة اسحبه من هذا الكبير. يبقى اذا الN هي العدد الكبير والR اللي تحت البي، يبقى الN دي هي اللي فوق والR هي اللي تحت. اللي فوق هو العدد الكبير واللي تحت هو العدد الصغير. يبقى هنا في المسألة كان عندي العدد الكبير خمسة، عاوزة اسحب منه كام؟ تلاتة. يبقى اقول خمسة بي تلاتة. طيب يبقى ايه بقى ايه الخمسة بي تلاتة دي افكها ازاي؟ يبقى تباديل خمسة او تباديل تلاتة من خمسة افكها ازاي ديت؟ اقول مضروب خمسة على مضروب خمسة ناقص تلاتة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ال NPR equal او بتساوي مضروب N على مضروب N ناقص R. يبقى مضروب الرقم اللي فوق على مضروب الرقم اللي فوق ناقص الرقم اللي تحت. واحنا من شوية عرفنا نجيب ازاي المضروب، ازاي اجيب المضروب. يعني هنا فوق في البسط في مضروب خمسة، يبقى مضروب خمسة يعني ابتدي بالرقم خمسة لحد ما اوصل للرقم واحد، وما بين كل رقم والتاني احط علامة الضرب. طيب مضروب خمسة ناقص تلاتة، خمسة ناقص تلاتة باتنين، يبقى كأنها مضروب خمسة على مضروب اتنين. يبقى ابتدي بالاتنين وافضل انقص لحد ما اوصل للواحد، يعني اللي هي اتنين في واحد. يبقى مضروب خمسة على مضروب اتنين ب خمسة في اربعة في تلاتة في اتنين في واحد على اتنين في واحد. اتنين في واحد تطير مع اتنين في واحد البسط والمقام، يتبقى لي خمسة في اربعة في تلاتة زي ما احنا شايفين، ولما اضربهم هيطلعوا بيساوي 60، اللي هي نفس الطريقة اللي موجودة في اعلى الشريحة فوق اللي احنا عملناها بالطريقة البدائية، ان انا اشوف المكان واشوف كل مكان بيتعبى بكام طريقة وابتدي اضربهم في بعض واحسب. طبعا الطريقة اللي فوق طريقة مجهدة، اما لما بستخدم التباديل بعملها في اقل من ايه؟ اقل من دقيقة، او لو هتعملها بالكالكوليتر في ثانية. يبقى اذا هنا اتعلمنا ازاي احسب او استخدم تباديل
بدل ما ابتدي اعد واجرب علشان اطلع عدد النتائج الممكنه اللي انا اقدر ارتب بيها مجموعه من الاشياء مسحوبه من ايه من مجموعه اخرى لها عدد اكبر من ايه من العدد اللي انا عاوزه ارتبه. طيب في بقى طبعا ده القانون بتاع التباديل، ممكن ان انا احل التباديل دي بمجرد النظر من غير ما استخدم هذا القانون. ازاي؟ انتوا شايفين اقصى اليمين في الجزء المظلل بالوردي ده انا كاتبة بالفونت التقيل 5 × 4 × 3، ايوة هي دي طريقة اللي هنحل بيها بمجرد النظر. ازاي؟ هو بيقولك هنا، هنا مكتوب 5 × 3. طيب ممكن احلها بمجرد النظر من غير ما اعمل بسط ومقام؟ اه ممكن. ازاي؟ اشوف الرقم اللي مكتوب تحت، مكتوب تحت 3، يعني ده معناه ان هيكون عندي 3 ارقام مضروبين في بعض، يبقى بنفس العدد الرقم اللي موجود تحت هيكون عندي هو ده عدد الارقام اللي هيتضربوا في بعض، يبقى في عندي 3 تحت يبقى هيبقى 3 ارقام مضروبين في بعض، لو في 2 تحت يبقى هما رقمين بس هيطلعوا مضروبين في بعض. طيب اول رقم في مجموعة الارقام اللي هيتضربوا في بعض دول هو الرقم اللي فوق، خلاص، وبعدين انقص منه 1 لحد ما ايه اخلص مجموعة الارقام دول، فعندي الرقم اللي فوق 5، يبقى هبدأ الارقام برقم 5، خلاص، وافضل انقص 1 لحد ما انتهي من ايه من الثلاث ارقام اللي موجودين عندي، يبقى 5 × 4 × 3، هيديك نفس النتائج لو انت استخدمت القانون اللي هو مضروب 5 × 5 − 3. يبقى عندك طريقتين للحل، تستخدم الطريقة اللي انت شايفها تكون ايه انسب لك. هنا بيقول لي بقى عدد تباديل ان من الاشياء مأخوذة r في كل مرة بيساوي ان في مضروب في ان ناقص 1 في ان ناقص 2 لحد ان ناقص r زائد 1 اللي احنا بنرمز له بالرمز ان بي r اللي هو تباديل r من n. هنا بيقول لي ان في حاجات ثابتة لازم ان انت تكون عارفها كده على طول علشان بمجرد بتشوفها تكتب الناتج بتاعها على طول من غير ما تفكر، اللي هو ان بي زيرو او مثلا 5 × 0 دي بتساوي ايه؟ بتساوي ان بي زيرو بتساوي 1، ان بي 1 بتساوي ان، ان بي ان بتساوي ايه؟ مضروب ان. هنا ان بي زيرو اللي هي مثلا يعني مضروب اي رقم وتحت بيكون فيه زيرو يبقى على طول بتساوي ايه؟ بتساوي 1. ليه؟ لان مضروب الصفر بواحد، يبقى مضروب مثلا لو 5 × 0 يبقى مضروب 5 × 5 − 0 اللي هي بـ5، يبقى مضروب 5 × 5 بايه؟ بواحد، وهكذا. مثال تاني بيقول لي شركة السلام لديها عدد 10 أعضاء مع عدد الطرق المختلفة التي يمكن بها اختيار رئيس ومساعد رئيس وسكرتيرة وأمين صندوق. طبعا هنا العدد الكبير هو 10 والعدد الصغير اللي هو عاوزه هما 4، يبقى على طول هنا الحل ايه؟ ايوة 10 × 4 بيساوي 10 × 9 × 8 × 7، هنا عملناها بمجرد النظر زي ما انتم شايفين، تحت في رقم 4 يبقى اذا الناتج هو 4 ارقام مضروبين في بعض. ابتدي اول رقم بكام؟ ابتدي اول رقم بالرقم اللي مكتوب فوق البي اللي هو 10، وافضل انقص منه 1 لحد ما تنتهي مجموعة الارقام الاربعة اللي موجودين عندي في المسألة، هتطلع الناتج 50 × 40. مثال اخر بيقول لي تطوع 7 عازفين للعزف في احد الحفلات الموسيقية الخيرية، ولكن لا يوجد سوى وقت يكفي ل4 عازفين فقط مع عدد الاصطفافات المختلفة مع مراعاة الترتيب. يبقى هنا عندي 7 هيعزفوا، المفروض هم تطوعوا عشان يعزفوا في حفلة خيرية، ولكن انا ما عنديش وقت يكفي غير ان 4 بس هم اللي يطلعوا علشان يعزفوا. يعني ممكن مثلا لو الاربعة دول مثلا هم احمد ومحمد وايمن ومجدي، فلو طلعت ايمن الاول بعديه مجدي بعديه احمد بعديه محمد هيبقى غير ما طلع احمد الاول بعديه مجدي بعديه ايمن وهكذا. يبقى بيقول لك ايه عدد الاصطفافات المختلفة، نشوف بقى ازاي. يبقى هنا هنستخدم التباديل، يبقى هنا
اقول له العدد الكبير 7 والعدد اللي احنا هناخده بس منهم هم 4، يبقى 7 × 4 بيساوي 7 × 6 × 5 × 4 والناتج هيطلع 840. مثال اخر بيقول لي اذا كانت 4 مضروبة في ان بي 3 بيساوي 10 مضروبة في ان ناقص 1 بي 3، اوجد قيمة ان. لو نلاحظ هنا ان عندي طرفين وهنستخدم كل اللي احنا درسناه او ما خدناش اي حاجة هنا، يعني عشان للتبسيط ما خدناش سوى ان لما بيكون عندي تباديل ان انا اقدر اعرف افك هذه التباديل. افكها ازاي؟ يعني ان بي 3 هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان في ان ناقص 1 في ان ناقص 2، مش كده؟ يبقى هنستخدم القانون ده في الحل. كل اللي هعمله ان انا هفك الطرفين، يبقى عندي الاربعة تنزل زي ما هي، وعندي ان بي 3 هي عبارة عن طالما في 3 تحت يعني 3 ارقام مضروبين في بعض، اول رقم هو الرقم اللي فوق اللي هو الان، بعدين انقص منه 1 يبقى مضروب في ان ناقص 1، بعدين انقص 1 كمان تبقى ان ناقص 2. ده بالنسبة للطرف الأيسر. نيجي على الطرف الأيمن، العشرة تنزل زي ما هي، بعدين نيجي نبص تحت البي نلاقي فيه 3، يعني فيه 3 أرقام هيتضربوا في بعض. ايه هما الثلاث أرقام دول؟ أول رقم فيهم هو الرقم اللي فوق البي اللي هو ان ناقص 1، ان ناقص 1 هنقص منه 1 يبقى ايه؟ ان ناقص 2، أنقص 1 كمان يبقى ان ناقص 3. طيب أصبح عندي طرفين، أشوف ايه المتشابه فيهم. عندي ان في ان ناقص 1 وان ناقص 2 في الطرف الايسر، ايه المشابه لدول في الطرف الايمن؟ ايوه في قيمتين متشابهين اللي هم ان ناقص 1 وان ناقص 2، يبقى القوس بتاع ان ناقص 1 والقوس بتاع ان ناقص 2 هيطير من الطرفين، هيتبقى لي ايه بقى؟ يتبقى لي 4 ان في الطرف الايسر بتساوي 10 مضروبه في ان ناقص 3 من الطرف الايمن. يبقى اذا هنا افك بقى الاقواس ديت تبقى 4 ان بتساوي 10 ان ناقص 30، يبقى اجيب الارقام اللي هي الخالية من المجهول في طرف والارقام اللي فيها المجهول اللي هو الان في طرف اخر عشان اقدر احصل على قيمة ان. يبقى اقول هنا 4 ان دي اخليها في الطرف بتاعها، اودلها العشرة ان بإشارة معاكسة، هتبقى هتروح العشرة ان دي من الطرف الايمن هتروح للطرف الايسر بسالب 10 ان، يتبقى هناك كام؟ سالب 6 ان، ويتبقى هنا في الطرف الايمن سالب 30، سالب تروح مع السالب يبقى 6 ان بتساوي 30. يبقى الان بتساوي كام؟ بتساوي 30 مقسومة على معامل الان اللي هو 30 على 6 بتساوي 5، يبقى ان هنا بتساوي 5. نشوف مثال اخر. إذا كانت ان بي 2 بتساوي 90، اوجد قيمة ان. هنا طرف فيه مجهول ان وطرف فيه رقم مفيش فيه اي ان ولا اي شيء، وعاوز قيمة ان. هنا برضو ما عنديش اي طريقة ان انا اقدر استخدمها سوى اني افك هذا المقدار الخاص بالتباديل. فانا عندي ان بي 2 هي عبارة عن ايه؟ طالما في 2 تحت يعني رقمين مضروبين في بعض يبتدوا بالرقم ان اللي هو اللي فوق الان، يبقى ان في ان ناقص 1، يبقى اقول له هنا ان في ان ناقص 1 بتساوي 90. يبقى ده المقصود بايه؟ رقمين لما يتضربوا في بعض الفرق ما بينهم 1 يدوني 90. ايه الرقمين في جدول الضرب لما يتضربوا في بعض والفرق ما بينهم 1 يدوني 90؟ ايوه هما الرقمين العشرة والتسعة. يبقى العشرة ضرب 9 بيدوني 90، والفرق ما بين الرقمين دول كام؟ 1. يبقى اذا هنا ان بكام؟ ان بعشرة اللي هو الرقم اللي ببدأ بيه في الارقام اللي بيتضربوا في بعض اللي هو بيتحط فوق الان، يبقى اذا هنا ان بتساوي 10. وشكرا.